المنتخب السعودي يقدم مانشيني إلى العالم، وحقيقة مشجع هالاند، وحافلة أستون فيلا تتعرض للاعتداء. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. يقدم المنتخب السعودي رسمياً اليوم مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني إلى وسائل الإعلام، بعدما كان قد أعلن عن تعيينه أمس مدرباً جديداً للأخضر السعودي. وكان مانشيني قد خاض عدة تجارب تدريبية، من بينها منتخب إيطاليا وأندية مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي. وسيخوض المنتخب السعودي مباراة ودية ضد كوستاريكا في 8 سبتمبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي. أثارت طريقة احتفال مشجع لإيرلينغ هالاند تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قفز المشجع من المدرجات على ظهر اللاعب النرويجي قبل أن يعانقه ويحتفلا معاً، ليتضح بعدها بأن المشجع ليس شخصاً عادياً بل هو بطل العالم في الملاكمة السابق تيري فلاناغان. النجم البريطاني خاض 36 نزالاً، فاز ب14 منها بالضربة القاضية. الحمد لله بأنه لم يقضي على هالاند هذه المرة. بعد فوزهم على بيرنلي بالدوري الإنجليزي، أعلنت الشرطة البريطانية أن حافلة فريق أستون فيلا تعرضت للهجوم على الطريق السريع، حيث قام شخص بإلقاء حجر على الزجاج الأمامي للحافلة دون أن يتعرض أي أحد للإصابة. الشرطة صرحت بأنها لا تعلم ما إذا كان الهجوم مخططا له مسبقا أم لا، وطالبوا أي شخص لديه معلومات بالتعاون مع الشرطة. بعد إيقاف ابنها على خلفية قيامه بفعل اعتبر فاضحاً خلال ختام مونديال السيدة، دخلت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على الاستهداف والهجوم الذي تعرض له ابنها على حد اعتقادها. وسائل الإعلام الإسبانية أضافت بأن الوالدة اعتصمت في إحدى الكنائس مطالبة اللاعبات بقول الحقيقة.